سؤال على الهامش، قرأت التعليق بخصوص المترجم المصري مع كاساس وأعلن رسميا عن مغادرة المنتخب العراقي بعد هذه البطولة، وأريد أسمع تعليقك. ليش؟ يعني بعد منشور الأخير بخصوص دانييلو نزل قال العراق فوق الجميع، ونزل صورة دانييلو، جمهورنا هجم علينا ولا تتدخل، هذه تفاصيل احنا بيناتنا نختلف نزعل، ما مسموح لك تتدخل، انت وظيفتك مترجم. فهو مسح المنشور واخذ على خاطره واعلن رحيله بعد البطوله. اول شيء كل احترامي له وكل احترامي للجماهير العراقيه كافه، اليوم هو مو موظف عند الجماهير، هو موظف في مكان معين من ضمن العراق الاتحاد العراقي، فهو هو طلع حتى المصري على الاعلام ومشوش بالي من الاعلام، يعني انا مرجع اقول الاعلام وكذا، يعني اذا هو المصري ينزل اول شيء هو كابتن، واحنا ما نقول ما له حق، هو اليوم من ضمن الكادر التدريبي، هو يمثل العراق اليوم، يمثل العراق، يمثل هذا الوفد المتواجد في قطر، كل كلام يعني لا سمح الله ما راح اختلف وياه يكون كلام انت اليوم ظل انت ظل اليوم مو انا وياك تخلص الحلقه، انت اختلف علي وانا اختلف عليك عاد ما تخلص الحلقه. فعليه كابتن؟ لا بالعكس، انا اعتقد يعني ممكن اشوفه شيء طبيعي يرجع مكانه، وتدري صار له فتره طويله بعد، هو مو بس مترجم يعني ترى انجليزي وكذا، احنا قبل الحلقه قال كابتن صالح قال عندنا هواي يحكون انجليزي، هو المشكله مو بالانجليزي، هو يترجم اسباني، هو الولد هم يعني قرفته حلوه، احنا عندنا هاي نؤمن بها شغلات يعني احكي لك اخذ ويا بطوله ويا كاس اسيا ويا كاس الخليج، وحاليا الله موفقه ويا المنتخب، اخذ ملك تايلاند ما تحسبها البطوله؟ لا يعني بدي احكي لك يعني الولد نفسيا، بعدين اكو شغله انا اشوفها الروحيه الموجوده عند هذا الشخص المصري، انا ما اعرف اسمه بصراحه، الروحيه مع اللاعبين البارحه شفت له بالليل يهوس لهم بالمنزه، اي لا شفت له الاخطاء الروحيه موجوده ويا اللاعبين، فاكو هنا انسجام. بعدين هذا كابتن علي ترى هذا اهم حلقه بين الفريق وبين المدرب، هاي ما حد يدري بها، هذا هو يوصل الصوره الحقيقيه من المدرب للاعب ومن اللاعب للمدرب، هذا الكلمه مالته تفلش منتخب، لا سمح الله اذا كان غلط، فهذا اهم حلقه، فعلينا الاحتفاظ به، واذا اكو ناس حكت عليه اقول له يعني هاي كره القدم كل شيء يصير بها، الناس اليوم تحبك باكر يكون موضوع ثاني، فعاديه طبيعيه انا يعني ما عندي فد شيء يعني. وحتى في مصر يعني هو التعصب الجماهيري المفروض عايشه اذا هو عامل بالاجواء.